نشكرهم على تقديم هذه اللحمة والوجبة الطازجة، ونشكر الخلايا الإنسانية على هذا المجهود العظيم الذي يتقدمه للنازح. قام بتوزيع الخلية الإنسانية سلتين غذائيتين مع كسوة الإيد، والآن يستلمون أصحاب المتضررين من الحريق هذه لحوم الإيد. نشكر الأخوة وصلوا إلى قرية العشيرة لتوزيع اللحوم أضاحي العيد، ونشكر قائد المقاومة طارق محمد عبد الله صالح، ونقول جزاه الله خير لأنه وصل للناس الذين هم لم يقضوا يوم يعني حق عيد الأضحى.